بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حكم التسمي بأواب أو الكنية به أبو أبواب، كما ذكرنا في الأسماء المنهي عنها إنما هن أربعة. الأسماء التي ورد النهي عنها نمتنع، ليس كل اسم فيه مدح يلزم الامتناع منه. لا أرى مانعا من أن يسمى أواب وعابد وعبد، وكلها إيه؟ معاني حسنة.